يا هلا من جديد، معاكم في ساعة شباب، وصح عليك الفقرة اللي ما نستغنى عنها لمشاريع الشباب. أكيد طبعا مع ضيفنا اللي وصل لمرحلة من اليأس ولكن مع الإصرار قدر أنه يطلق مشروعه الخاص بالتيشيرتات ويثبت نفسه في هذا المجال. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معنا بالاستديو مبارك النجار. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. الله يسلمك، مشرفنا. مبارك، كيف أمورك؟ مبارك إن شاء الله. طيب الحمد، تمام. طيب عشان الناس كمان تعرف أكثر عن المشروع، إحنا طبعا غشينا تحت الهواء وعرفنا إيش الفكرة كلها، لكن عرف الناس على يعني مشوارك من بداية الفكرة وإلى أن أثبتت وصارت على أرض الواقع عشان الناس بس تستوعب. طيب أنا مشروعي هو طباعة التيشيرتات وأكواب. بدايتي كانت عام 2014. لما بدأت واجهت صعوبات، لكن الحمد لله قدرت إني أتعداها. بدايتي أول ما تخرجت من الثانوية طلعت للدراسة برا المملكة. في الفترة اللي أنا أدرس فيها ما ارتحت، يعني ما تأقلمت مع الجو الدراسي هناك، قعدت شهر ورجعت، يعني ما حبيت اني اضيع وقتي، قلت راح ادور لي على جامعه في السعوديه واكمل دراسه هناك. أوكي. لكن للاسف ما توفقت، ما حصلت جامعه قبلوني. قعدت ادور على شغل. عشان تدرس ايش بالضبط؟ كنت بدرس بزنس. اوكي. ايوه، فما حصلت الجامعه، بديت ادور لي على شغل فما حصلت. فيوم من الايام دخلت كذا احد الاسواق، شدني كشك كذا للطباعه التيشيرتات. قلت مليان نشوفها دائما في الاسواق. ايوه، فحبيت اسال بس كذا كم يطبع، فقلت له بكم تطبع التيشيرت؟ قال لي ب 30 ريال. انصدمت انا، ليش؟ لانه في اشوف متاجر في انستغرام يبيعوا التيشيرت ب 100 120. صحيح. فمن هنا جت الفكره اني ابدا اتعامل مع الرجال واطبع التيشيرتات بتصاميم خاصه وانزلها في انستغرام. ولو طلعت برا السعوديه حتلاقي ارخص وارخص من كذا. اكيد تلاقي فرق. ايوه، فاستمريت، قعدت ممكن تقريبا 3 شهور. جوني متابعين الحمد لله، بديت اشتغل. طبعا اول ما بديت ما كان عندي سيوله اني ابدا في المشروع. قعدت اسبوع يمكن حتى ما حد سالني بكم التيشيرت، يعني تحطمت شيء، لكن جتني زبون اخذ التيشيرتين. ما كان عندي فلوس اني اطبع التيشيرتات، رحت سلفت من امي 100 ريال. فرحت طبعت التيشيرتات وبعتها، والمكسب خليته عندي، ما حافظت عليه صراحه، هو كان ممكن 20 ريال 30 ريال طار بسرعه. فجوني زباين مره ثانيه، رجعت اني اتسلف، قلت 200 ريال عشان ما تنقص علي. من هنا بدات اجمع شويه الين ما وصلت تقريبا 5000 متابع. ضغطوا علي اهلي، قالوا لي انت بتسوي هذا ضياع الوقت، دراستك اهم. وفعلا يعني الدراسه اهم، لكن انا خلاص يعني حبيت هذا المجال، انت حبيت هذا الشيء، بس في نفس الوقت حطمت يعني. فاضطريت اني ايش اقفل المتجر. جاني واحد اشترى مني ب 500 ريال وبعته. فطلعت ماليزيا الدراسه، قعدت فتره 8 شهور. الفتره 8 شهور هذه كان في شيء في نفسي ابغى اشتغل، يعني ما حبيت جو الدراسه ابدا، لدرجه اني كنت ادخل مواقع الاونلاين شوبينج ادور على اشياء غريبه ابغى اشتريها بالدرزن واجيب معايا جده ابيعها، لكن ما كان في سيوله. والطياره اللي كنت راجع فيها كان معايا وزن 300 كيلو 30 كيلو فما قدرت صراحه اجيب. فاشتريت جهاز مساج حق رجول امي الله يكرمكم، وحتى ما شلته معايا من قله الوزن، عدد صاحبي جابه معاه. فرجعت مره ثانيه على جده وبيت النيه الناس اني ما ارجع ماليزيا، راح اكمل دراسه هنا. قدمت على جامعه الملك عبد العزيز، ما جاني قبول اول ترم، قلت ما اخلي الترم هذا يروح على الفاضي، سجلت في جامعه اهليه، انقبلت الحمد لله. رجعت للطباعه التيشيرتات، نزلت اول بوست وعدتهم اني طبعا عولت حولت حساب الشخصي اللي كان فيه 200 متابع. قلت لهم اني راح ارجع بقوه ومن هذا الكلام، ولين دحين موجود البوست الحمد لله. بدأت واضح حالة اليأس. أيوة. من البداية. أيوة. وتحولت لإصرار بالنهاية. أيوة. ورجعت بعد فشل، رجعت لنفس المشروع الحمد لله، رجعت والحين ناجح في هذا المشروع الحمد مبارك. الحمد لله. نبي نعرف إيش أبرز أنواع الطباعات اللي بتسويها على التيشيرتات؟ طبعا أنا أبرز أنواع الطباعة في الطباعة للصديقات، يعني المستهدف البنات بشكل عام يعني. فحبيت إني إيش أركز هم إيش يحبوا البنات. ففي طباعه تكون يعني الناس بيحبوا البنات بيحبوها بشكل عام انها تنهدي، يعني تكون كهديه. وفي طباعه اللبس زي حق الانديه وما انديه، فركزت على الشيئين هذا اكثر شيء. حلو. وطبعا انت بتتعاون مع صاحبك اللي عنده لا صاحبي هذاك قعدت متعاون معاه شهرين الين جمعت المبلغ، اشتريت المكبس، اشتريت الطابعه، الادوات اللي وصرت اشتغل كلها عندك. صرت اشتغل من البيت. جميل. صرت اشتغل من البيت، كل شغلي صار في البيت الحمد لله، وزاد الدخل ونسيت الوظيفه. والحمد لله دحين انقبلت في جامعه الملك عبد العزيز الترم هذا، اول سنه تحضيري، والحمد لله تيسرت اموري. ما شاء الله. جميل جدا. حلو الواحد انه هو يتذكر كل تفصيله في مشواره عشان يعني يقدر
ابسط المبالغ وابسط التفاصيل اللي يضيفها لمشروعه. طب ابغى اعرف حاجه مره مهمه، الان طريقه كثير انت بتقول من محلات الانستغرام او حسابات الانستغرام يبيعوا ممكن نفس الشيء، كيف بتتميز عنهم وكيف بتسوق لنفسك عشان الناس يجوك اكثر من غيرهم؟ اللي ميزني اول شيء اني حبيت الشغل، فباخترع اشياء وتصاميم جديده يعني من راسي، يعني ما بقلد كثير. اغلب تصاميم حسابي كلها انا بسويها تقريبا. كنت قبل يزيد عندي الطلب كنت كل يوم اطلع بتصميمين ثلاثه، فالاقي عليها اقبال الحمد لله، وفي ناس بيشجعوني وابدا اطور. بالنسبه للتسويق بركز على المتابعين اللي عندهم بنات بكثره، يعني اللي عندها مثلا اشوف في حسابات حق قصص، لانه في البنات هم اللي يهتموا بهذه الامور. ايوه هم اللي يهتموا بهذه الامور، فانا استهدفهم اشوف فين هم متجمعين فاروح اسوق عندهم، يعني حلو. ما اروح عند اي احد. يعني انت تسويقك من خلال فئه معينه في المجتمع وهي البنات، هي اقوى حاجه. أيوة. جميل جدا. حلو صحيح. نفسه. حلو. كمان كل مشروع يحتاج اكيد لتطوير، فنبغى نعرف بعد الطباعه على التيشيرتات والاكواب، هل راسم لنفسك خطه انك تطور من هذا المشروع ولا لا؟ اكيد ان شاء الله في خطه جايه، ان شاء الله اني يعني اتمنى انه يكون عندي براند خاص فيا، انزل اطبع فيه التيشيرتات التصاميم حقي اوزعها على المحلات، او اني افتح لي محل خاص. زبايني طبعا كثير بيطلبوني افتح محل وزي كذا، الحمد لله بيجيني طلبات من كل انحاء العالم، من فنلندا، من بريطانيا، من السويد، من دول الخليج كامله ما شاء الله. الحمد لله. فان شاء الله يكون عندي براند وافتح محل ان شاء الله. حلو. طيب احنا ما شفنا مقات، شفنا تيشيرتات، هل المقات اقل من اشتغل على اشتغل على المقات والكفرات والخداديات، بس ما كان في وقت اني اجيبها معي. اوكي. بس كويس انه انت متوزع، ما تحس انه ممكن يسبب لك تشتت انك انت توزع نفسك في كذا حاجه؟ يعني الواحد لما يتخصص مثلا في تيشيرتات بس او مقات او خداديات بس، يعني اعتقد ممكن يتميز اكثر او تركيزه اكثر في هذا الشيء يعطيه ابداع اكثر، ولا ايش رايك في هذا الموضوع؟ صح، انا تركيزي كان في البدايه، انا اول ما بديت كان بس تيشيرتات، بعد كذا دخلت على الكاسات، دخلت بس على بس انت ما طورت من التيشيرتات، خليتها على نفس المستوى زي ما لا نفس بديت. المستوى بطور فيها يعني اكثر. عشان كذا بقول لك ما تحس انه يلخبطك لما تضيف عنصر جديد؟ لا ابدا، يعني احيانا استخدم نفس التصاميم على التيشيرتات على المقات او على الكفرات. انت كذا جميع الادوار. ايوه طبعا. في شيء يميزني انه الزبون يجي يديني فكره تصميم فانا بسوي له بنفس السعر، يعني انت يعني ممكن يلبس التيشيرت ولابس المق وعنده خداديه نفس الشكل كلها الثلاثه كلها، يعني اطقم له زي ما يبغى. صوره 1980. أيوة. هذه كانت ممكن تكون مضبوطه. ايوه كلها يعني انا بسوي الزبون بيديني فكره انا بطبقها له. حلو. يعني اذا عجبتك عندك مرونه في انك تاخذ افكار. أكيد. ممتاز. أيوة. طب كيف كان شعورك وانت متواجد في فعاليه مثل بسطه ماركت، وكيف لقيت تفاعل الناس مع الاشياء اللي كنت عارضها في البسطه؟ والله انا كنت عارض اشياء يعني اللي كانت بتمشي اكثر شيء عندي، فالناس في بسطه ماركت بشكل عام سحبوا علي وراحوا الاكل، فما كان يعني في حصلت في زباين جوني، كسبت زباين، اخذوا الكرت حقي الحمد لله وتعرفت عليها. في شيء انا مره ما حبيته صراحه. ايش اللي ما حبيته؟ شعار الهلال ونحط له فلتر ورق يعيب الشوم. عشان البنت اللي حتلبسه. عشان الهلال اسمه هلال. لا مو هي انت مسويها البنت، حتى اسم البنت تحت. أكيد صح؟ أيوه أيوه. اسم البنت تقدر يكون موجود تحت التيشيرت. على فكره هذا التصميم اكثر تصميم ينطلب من عندي يشتروه. بس يا عمي. طبعا ما اخذ الدوري. ايش افكار البنت؟ ماخذ الدوري. كل الفرق ماخذين الدوري يعني. وبعدين في فرق من فخامتها ومن مجدها ما تلاقي نفسك. زعيم والله زعيم. اوكي سمعت. اوكي. في 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 انديه من فخامتها ما تنحط على اي تيشيرت. يو خلاص اوكي شكرا لك. خلاص. حبيت التيشيرت هذا جميل جدا. انا حبيت اكثر البرتوزات حقت الاطفال. ايوه. لانه فعلا هنا كثير من الناس بيطلعوا. أيوه. برا عشان ياخذوا تصاميم من برا ويبغوها باسعار كويسه. يعني دقيقه بس معليش. ايش قاعد يقول التيشيرت؟ Think I'm cute? You should see my sister. الله حلو. مرة جريء ال عسل زي ماما. طب زي لازم تكون زي بس والله حلو انه في كتابات عربي تصدق؟ ايوه هذا اللي يميزني، يعني بحاول يعني من يوم ما صرت اعرف انجليزي صرت اشوف اي تيشيرت يعني بيشدني لازم اقرا ايش مكتوب. ممتاز. فبحاول بالعربي واني اضيف على شيء يعني في افكار. طيب. ان شاء الله. ايوه ممتازة. او
في التيشيرتات اللي بلغه الاشاره قصدك؟ ايوه فينها؟ ايوه هذه هي من اجمل التيشيرتات صراحه اللي فتتني في الصور انه فيها لغه اشاره تعلمنا وفيها احترام كمان لنفس الفئه. طبعا هذا التيشيرت باسم لميا هديه طبعا من المتجر. فك لك اياها ولا فك لك اياها ولا وهذا لك يا طراد. لا يا شيخ والله باسمي. أيوة. الله يسلمك. هذا بلغه الاشاره؟ ايوه بلغه الاشاره. تعلمنا هذه الحروف. ايوه هذه الحروف. طيب لا خلوا هذه على جنب. ليه ما حطيت علم الهلال تحت السلم؟ لا لا خلاص خذي هذا بس هذا على هذا وخلاص افرد. يا سلام حبيت والله حرف الدي حرف التي اي ار ان شاء الله السبيلينج صح. ايوه تي اي ار اي دي صح بس والله يعني صح. جميله جدا. ايوه حتى يعني انا بستخدم جوده القماش يعني مش حق دعايات وانه شيء ابو لبسه واحده ويخرب لكن الحمد لله يعني اجود شغل اجود حبر اجود قماش بستخدمها يعني. بس هذا 100% بوليستر صح؟ ايوه بوليستر مش قطن. أيوة. بوليستر يعني دحين هذه حرف اسمي بالاشاره. ايوه بلغه الاشاره. والله سلمت يا مبارك صراحه جميل جدا والله تستاهل. ام اي إيه؟ نتعلم على الهواء لمين؟ تعلمت خلاص بعدين نختبر تعلم مره. شكرا اشكرك حقيقي مبارك والله من اجمل الهدايا حقيقي جدا جدا عجبني وانا احب اللون الابيض والاسود فانت جمعتهم في تيشيرت واحد. شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. يصير هلالي ممكن اطبع عليه بعدين اعطيك تطبع عليه علم الهلال. حاضر اطبع على اي شيء الله يسعدك. عموما دائما والله بنشوف حاجات جديده يعني الفكره هذه اعتقد مبارك لو انت استمرت فيها حتتميز فيها كثير لانه ما قد شفتها قبل كذا. صحيح ممكن شفناها بس ما ظهرت بشكل صح كبير. صح صح كثير والله بيطلبون يعني بمدحوا الفكره وبوصل كثير كثير وانت بتوصل رساله من خلال انت بتخلي يعني يعني في ادوات الاحتياجات الخاصه بي ايوه منا يعني الناس يعرف اسمه كيف بيكون بلغه الاشاره وفي احترام لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة انه احنا بنعرف بلغتهم صحيح. حتى الناس تدريجيا يتعلموا صحيح. حروف الى ان يتعلموا كلمات ليش لا؟ صحيح. اكيد طبعا نشكرك على تواجدك اليوم معنا مبارك ونتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع. شكرا شكرا لكم انكم استضفتونا واديتونا الفرصة هذه الحلوة بالعكس واجبنا الله يسعدكم شكرا يعطيك العافية مبارك النجار. احنا حنكمل معاكم بكرة ان شاء الله حلقة جديدة في اخبار مختلفه مواضيع مختلفه واستضافات بنستانس عليهم فيها يعني حقيقي كل يوم بنشوف شيء جديد نبغى نعرف ايش جديدكم طبعا من خلال هاشتاج ساعه شباب وايميل البرنامج. ان شاء الله راح نشوفكم بكره في نفس الوقت على شاشه روتانا خليجيه وبكذا اقول لكم فمان الله معاكم انا لمياء غالب وانا كنت معاكم مستعجلين عادي ما كملنا طراد سندي فمان الله مع السلامه.